بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم يا جماعه. ان شاء الله اول محاضره النهارده من محاضرات البورد الامريكي في الفارماكوثيرابي، واخدين اول برانش هنشرحه ان شاء الله اللي هو برانش الكارديولوجي او امراض القلب بصفه عامه. وقبل ما ابدا في البرانش ده، مهم بس اعرفكم الاول، هو احنا ليه بندرس بورد؟ يعني ليه خدنا القرار ان احنا نشرح بورد وانتوا كمان خدتوا القرار انك تدرسوا البورد الامريكي؟ اولا، علم البورد، علم الفارماكوثيرابي اللي بيقدمه هيئه البي بي اس او هيئه البورد الامريكي، تخصص الفارماكوثيرابي ده هو تخصص الكلينيكال او تخصص ممارسه الصيدله الاكلينيكيه في واحده من التخصصات بتاعتها اللي هي علم البطنه او الفارماكوثيرابي. يعني عايز اقول ان البورد في كذا موضوع او كذا برانش، زي النيوتريشن وزي البيدياتريك وزي وزي، في برانش منهم بيدرس علم البطنه او بيدرس علم الفارماكوثيرابي اللي هو تخصص الانترنال ميديسن او تخصص البطنه. يبقى احنا في تخصص الفارماكوثيرابي ده ماسكين جزء البطنه من العلوم الطبيه اللي هي موجوده في الحياه، يعني او الموجوده في الميديسن وكده. فاحنا بندرس علم البطنه اللي هو الانترنال ميديسن تحت مسمى في صيدله اسمه فارماكوثيرابي، وده التخصص اللي احنا بندرسه دلوقتي في البورد. يبقى احنا في البورد بتاع الفارماكوثيرابي بندرس تخصص البطنه، تمام؟ ومهم عشان تعرف الكلام وتبقى الصوره واضحه قدام عينك، تخصص البطنه نفسه 10 برانشات، 10 برانشات اللي هو في طب. تخصص البطنه نفسه اللي هو في طب 10 برانشات، تحت كل برانش في حوالي 19 20 22 موضوع او حاجه تحت كل برانش من دول، يعني 19 موضوع غالبا في الكارديو. فاحنا واخدين في الصيدله الاكلينيكيه او في الكلينيكال فارماسي، واخدين من ال 19 موضوع بتوع البطنه كارديولوجي، واخدين منهم احنا خمسه بس او سته بس. فتخصص الصيدله الاكلينيكيه او الفارماكوثيرابي واخد جزء من البطنه او جزء من الانترنال ميديسن، وده السبب اللي مخليني بعد كده بقول لكم ان احنا هنشرح على الموقع بعد كده الانترنال ميديسن نفسه او البطنه نفسها، عشان تبقى حضرتك ملم بكل الامراض اللي بتدرس في البطنه، فتبقى على يعني احاطتك كامله بكل المواضيع. طبعا يا جماعه احنا تخصصنا الدراجز او تخصصنا الدواء في النهايه، ولازم عشان تقدر تتعامل مع دواء كويس، تتعامل مع دراجز كويس، لازم تبقى عارف الامراض اللي بتتعامل معاها الدراجز دي. فمش منطقي جدا ان انا ادرس لك خمس او ست مواضيع من اصل 19 موضوع، وفي النهايه ال 19 موضوع التانيين دول انت ما تعرفش عنهم اي حاجه. على سبيل المثال، المثال اللي انا ضربته في المحاضره اللايف وانا كنت بشرح، ان انت لو جالك حد مثلا متشخص رينال فيليور، تمام، ولقيت الدكتور كاتب له ست اقراص هوستا كورتين او كورتيزون، ست اقراص هوستا كورتين الصبح وست اقراص بالليل، انت ما تشوف حالك زي كده الاول وهله تقول ايه ده، ست اقراص كورتيزون مره واحده الصبح وبالليل يعني 12 قرص، وعلى طول تشتم الدكتور وتقول الدكتور حمار ولا حاجه، والدكتور مش حمار، لا بالعكس الدكتور صح جدا، لان في حاله من درجات الفشل الكلوي اسمها نفريتك او نفروتك سندروم، بتتطلب انك تدي هاي دوز او بالس دوز من كورتيكوستيرويد. فانا لما اجي اشرح لك النفرولوجي لازم اعرفك الامراض دي كلها او امراض الكلى كلها، عشان لما تيجي تشوف وصف جرعه معينه من دراج ما تستغربش، صح يا جماعه؟ طبعا النفرتك والنفروتك سندروم مش بيدرس في البورد، لكن انا هغطيه لك في البطنه، بمعنى ان انت اعتبر البورد هو خمس او ست مواضيع من كل برانش، وبعد كده هتكمل حضرتك المواضيع التانيه لما نبدا نشرح في الانترنال ميديسن ان شاء الله. معظم الصيادله يا جماعه مفكرين ان البورد هو اخر العلم، يعني مفيش بعده يعني، او مفيش حاجه ناقصه، لا، البورد هو مجرد جزء من البطنه او من الانترنال ميديسن، ميزته الوحيده ان هو ابديتد جدا. وكمان في حاجه، انت كمستواك لسه يعني طالب او متخرج بدري او اتخرجت من زمان ومش بتذاكر او مش متابع، هيبقى الدخول في البطنه على طول صعب عليك، وعشان كده مهم انك تدرس البورد الاول او تخلص البورد الاول في الفارماكوثيرابي، وبعد كده تبدا تدرس في البطنه ان شاء الله على مهلك او على راحتك بقى. يبقى احنا في الموقع هنشرح ان شاء الله الانترنال ميديسن او هنشرح البطنه بعد البورد، فيبقى البورد الاول هو الدخله بتاعتك، ثم تكمل بعد كده معانا في الانترنال ميديسن ان شاء الله. طبعا احنا بنتكلم في البورد هنجيب سيره ادويه كتير، عشان كده انا عامل لك كورس فارما منفصل هيبقى على الموقع ان شاء الله، تقدر تراجع منه الفارماكولوجي كلها قبل ما تدخل معانا في البورد لو ما كنتش فاكر فارما او لما كنتش كويس في الفارما. كده كده انا برضو وانا بشرح في البورد برضو ما تقلقوش، هتلاقيني بقول في كل برانش اللي بنشرحه هجيب سيره الادويه بشيء من التفصيل شويه، عشان اللي مش فاكر او ما عندوش وقت حتى يراجع الفارما، لكن لو راجعتها طبعا يبقى حاجه كويسه جدا، تمام. يبقى احنا دلوقتي بندرس في البورد جزء من البطنه، دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه برضو اللي عايز اقولها لكم، هو البورد بيديني درجه علميه، البورد انا بستفاد منه كعلم بس يا جماعه، لكن مش بيدي درجه تخصص. درجه التخصص حضرتك هتاخدها لما تبدا تدرس بعد البورد برنامج اسمه الفارم دي او درجه دكتور الصيدله، ودي الحاجه اللي انا بحضرها دلوقتي عشان اخد درجه التخصص. يبقى
يبقى اللي هيدي درجة التخصص هي شهادة اسمها الفارم دي، ودي موجودة في جامعات من جامعات كتير موجودة في مصر يعني، وفي أمريكا وفي أوروبا في كل حتة. بس الشهادة دي ميزتها الوحيدة إن هي اللي هتديك درجة التخصص، البورد هتستفاد منه كعلم. طب ما أنا أدرس فارم دي على طول يا دكتور وما أخدش بورد وخلاص، أدرس فارم دي على طول بما إن هي اللي هتديني درجة التخصص. عيب الفارم دي إن هي ما فيهاش علم كفاية، أو مستوى العلم اللي فيها مش هيأهلك إنك تعرف تمارس أو يبقى عندك علم كويس. أنا بدرسها دلوقتي وأنا عارف أنا بقول لكم إيه. فالفارم دي في مصر للاسف مستواها العلمي ضعيف، فانت بتعوض نقص المستوى العلمي ده من البورد، يبقى انت من البورد بتاخد العلم ومن الفارم دي بتاخد الشهاده، فانت كده جمعت العلم والشهاده قادر انك تشتغل وتمارس بعد كده. ناس كتير جدا هتحبطكم يا جماعه وتقول لك انت بتاخد بورد ليه وبتدرس ليه وبتحضر ليه؟ والله انت لو عايز تبقى زيهم خليك زيهم من دلوقتي، وما تكملش تحضير خالص واخليك على قد المستوى اللي انت فيه. ولما تنزل اعلانات بعد كده المستشفيات عايزه حد كلينيكال فارماسيست او عايزه ما ترجعش تمضي بحظك بقى. يعني انا قلت لهم الجمله ديت، قلت لهم سامحوني هبقى رخم معاكم شويه في الاول لان ما اكثر المحبطين، ومن دلوقتي انا بقول لكم اهو اللي مش ناوي يكمل عنده استعداد، عنده فرصه في خلال الاسبوع ده انه يسحب الفلوس بتاعته كامله ومفيش اي مشكله. يعني معلش انا اسف انا لازم اقول لكم الكلام ده، لان احنا هنكون قدام عايزين الناس اللي عندها حماس واللي عندها طموح، مش هنيجي قدام احنا ونقعد نشد في الناس ونقول للناس يلا نذاكر ويلا نعمل. لا، انت اللي هتيجي تقول لنا انتوا اتاخرتوا عليا في المحاضره ليه يا دكتور؟ يلا عايزين المحاضره، عايزين نذاكر ومتحمسين. ماشي يا جماعه، يبقى احنا قدام عايزين الناس اللي تساعدنا وتشدنا، مش عايزين الناس اللي نشد احنا فيهم ونقول لهم يلا تعالوا ذاكروا. تمام، يبقى احنا هندرس في البورد الفارماكو سيرابي، وان شاء الله بعده هنكمل البطنه نفس طويل لان اللي جاي لسه كتير، واحنا على مهلنا عايشين مع بعض يعني، احنا عايشين في الدنيا. هناخد من يومك او من اسبوعك يوم الجمعه ساعتين او 3 ساعات تقعد تسمع فيهم الفيديو وتشوف الدنيا فيها ايه في العلم، فتبقى متابع الدنيا كويس، تقدر بعد كده تشوف فرصه احسن في شغلك وتبقى الدنيا في امورك كويسه بعد كده ان شاء الله. يا جماعه هتجنوا ثمار التعب ده اللي انتوا بتعبوه دلوقتي ده، هتجنوا ثماره في خلال سنه اتنين قدام بعد ما تخلص تبقى حضرت ومعاك الشهاده ومعاك حاجات كتير ان شاء الله. خلاص يا جماعه، طيب نبدا بسم الله كده ونقول ان احنا ان شاء الله هنبدا في اول برانش من برانشات البورد او برانشات الفارماكوثيرابي اللي هو برانش الكارديولوجي. وما دام بتكلم في كارديولوجي فانا بتكلم في امراض القلب، وامراض القلب اللي هو بتدرس فيها جهاز الكارديو تحت اهو، كارديو فاسكولار سيستم او السي في اس. في الكارديو فاسكولار سيستم احنا بندرس الاول، او انا عايز اديك الاول البيزكس بتاعت الاناتومي والفيسيولوجي بتوعه، فتبقى انت فاهم الاول الاورجن ده او الجهاز ده شغال ازاي، ومن ثم بعد كده لما اجي اقول لك في مرض حصل في المكان الفلاني تلقائي انت هتتنبأ ايه اللي هيحصل في العيان ده بعد كده. خلاص يا جماعه، يبقى هنبدأ بأول جهاز الأول اللي هو جهاز الكارديو فاسكولار سيستم، وده متلخص في الرسمة اللي قدامك دي كده زي ما انتم شايفين كده، انا كلامي كله على رسومات فانت دماغك هتحفظ كويس قوي. جهاز الكارديو فاسكولار سيستم عبارة عن قطعتين، قطعة اسمها الهارت، والهارت انا قاسمه على قطعتين اهو، قطعة ليفت سايد دي بتبقى لو انت كده يعني عوجت نفسك هتبقى دي على ايدك الشمال، القطعة دي تبقى على ايدك الشمال، وديت الرايت سايد اللي هو على ايدك اليمين اللي هو القلب اللي على الجنب ده اهو، ده القلب اللي على الجنب اهو، بس انا قاسمه قطعتين، قطعه شمال وقطعه يمين. القطعه الشمال دي كده تعالى ناخدها بالتفصيل كده ونشوف ماشيه ازاي. القطعه الشمال دي عباره عن فينتريكل او اللي هو البطين المفروض، وعباره عن اتريوم اللي هو الاذين اللي هو القطعه دي كده. يبقى انا عندي اي القلب قطعه شمال اول وقطعه يمين، القطعه الشمال عباره عن اتريوم وعباره عن فينتريكولر، والقطعه اليمين عباره عن اتريوم برضه وعباره عن فينتريكولر. امال ايه يا دكتور الحاجات المدلدله دي، الخيوط المدلدله دي؟ الخيوط المدلدله دي يا جماعه اللي هي الصمامات او الفالف، واحنا عندنا في القلب 4 انواع من الصمامات، صمام بين الاتريوم والفينتريكولر في الناحيه الشمال وده اسمه الصمام الميترالي او الميترال فالف، وصمام تاني في الناحيه اليمين ده اسمه تراي كاسبيد فالف. ممكن تبقوا تعملوا زوم على الصوره اللي انا نزلتها على الجروب هتشوفها كويس، تراي كاسبيد فولف، واحنا برضو ان شاء الله هننزل لكم بي دي اف هيبقى الكلام ده كله موجود فيه، انا حتى نزلت واحد فيه الاسامي دي موجوده. يبقى في التراي كاسبيد فولف والميترال فولف، ودي الصمامات اللي بين الاتريوم وبين الفنتريكولر. وفي برضو صمام تاني اهو طالع اللي هو الارتري اللي طالع من الجزء الشمال، الصمام ده طالع يغذي الجسم كله، الصمام ده اسمه صمام الاورطا او الاورتيك فولف. يبقى في اورتيك فالف واخد من الفنتريكل وبيغذي الجسم كله زي ما هتكلم دلوقتي، وفي صمام اسمه الميترال فالف واخد من الاتريوم وبين الفنتريكل. الناحيه الثانيه في الترايكاسبيد فالف ده واخد من الاتريوم للفنتريكل برضه، وفي صمام ثاني هيودي لللنج او لجهاز البولموناري اسمه بولموناري فالف. وظيفه الصمامات دي ايه؟ دي بوابات يا جماعه، تفتح تقفل زي ما انا هشرح دلوقتي. يبقى الصمامات ما هي الا بوابات، تعال نشوف كده الدنيا ماشيه ازاي. الفنتريكل ده معبي دم، مليان دم، هيضخ الدم كله ويطلعه
في الارتري اللي هو معبي الاكسجينيتد بلاد. على فكره الالوان مقصوده، اللون الاحمر ده معناه ان البلاد اللي هنا اكسجينيتد. يبقى الليفت فينتريكل او البطين الشمال، يعني مش هتكلم عربي كتير بس في الاول بس كده، ده الليفت فينتريكل بيضخ البلاد او بيعمل بامبنج قوي للبلاد فيطلع الدم كله في الجزء الشمال اللي هو الجزء الارتري. الارتري ده اللي هو معبي اكسجين ومعبي نيوتريينت. معبي اكسجين ليه؟ عشان يروح يغذي الاورجنز بتاعت جسمك كلها، وقودها الاكسجين. اصل هي بتاخد الاكسجين ده وتستخدمه في الجلايكولايسز او في حرق الجلوكوز، فتطلع منه اي تي بي وتشتغل موتور بقى وعايز يشتغل وكده. كل الاورجن دي مواتير، فعايزه اكسجين وعايزه الجلوكوز عشان تحرق الجلوكوز باستخدام الاكسجين. وتطلع، فاكرين حتى في البايو كانت بتطلع 38 اي تي بي، وتبدا تشتغل بقى وتحرق وتادي الفانكشن بتاعتها. فالجزء ليفت فينتريكل بيضخ الدم ويطلعه في الارتري اللي هو يبقى اكسجينيتد بلاد، يخش يغذي كل الاورجن، يديها اكسجين ويديها نيوترينت، يديها الاكل، وياخد منها في الجنب الثاني اهو الازرق، ياخد منها الكربون دايوكسيد في الجزء الثاني اللي هو الفينز بقى اللي هي الاورده. يبقى الشرايين والاورده على الجوانب هو الارتري والفينز. الارتري فيه الاكسجينيتد بلاد والفينز فيه الكربون دايوكسيد. والكربون دايوكسيد ده جاي منين؟ جاي من كل الاورجنز بتاعت جسمك. وانا لازم منها امثله اهو، زي الجي اي تي وزي الليفر وزي الكيدني وزي بقيه الاورجنز بتاعت الجسم. يبقى الليفت فينتريكل ده ضخته بتغطي كل الاورجنز او بتبعت غذاء لكل الاورجنز. على كده الليفت فينتريكل ده دوره مهم جدا، لانه ضخته او ضربته لازم بتوصل دم لكل الاورجن. على فكره هو بيضخ في الدقيقه 5 لتر دم، عشان كده بنسميه الكاردياك اوت بوت او السي او بي. سي او بي دي اختصار لكاردياك اوت بوت، دي كميه الدم اللي بيطلعها القلب في الدقيقه. فقلبك بيضخ في الدقيقه 5 لتر دم. ال 5 لتر دول يروحوا يغذوا كل اورجنز الجسم، يديهم الاكسجين ويديهم النيوترينت، وياخدوا منهم في الناحيه الثانيه الكربون دايوكسيد. طب الكربون دايوكسيد ده هيفضل قاعد في الدم كده في الفينز؟ لا طبعا. طب اشمعنى؟ كنت انا سالتهم السؤال ده في المحاضره وقالوا لي ان الكربون دايوكسيد ده يا دكتور يعني الكربون دايوكسيد ده ما ينفعش يقعد في الجسم. اشمعنى؟ فلما انا سالتهم السؤال ده وبعدين ما حدش اتكلم، انا قلت ان الكربون دايوكسيد ده ماده اسيدك يا جماعه. ماده ايه؟ اسيدك. ومدام ماده اسيدك قعدت في الدم تخلي البي اتش بتاع الدم اسيدك. احنا عارفين ان بي اتش الدم 7 و4 يعني سلايتلي الكالاين، رايح ناحيه الالكالاين، ودي البي اتش المناسبه ان كل الاورجان تقدر تبقى شغاله وبتؤدي الفانكشن بتاعتها عندها. لو بي اتش الدم نتيجه تراكم الكربون دايوكسيد بقت اسيدك، دي كارثه، كل الاورجان دي هتعطل ومش هتشتغل، بما فيهم القائد اللي فوق اللي هو السي ان اس، هو كمان مش هيشتغل. وما دام كل اورجان جسمك وقفت ما اشتغلتش، تقوم واقع الطب ساكت على طول، غيبوبه على طول. يبقى تراكم الكربون دايوكسيد في الدم دي مشكله. فعشان كده الفينز تقوم بعت الدم اللي معبي كربون دايوكسيد في الجزء الرايت سايد من الهارت، تنزل في الاتريوم، ثم الاتريوم يفتح الصمامات اللي هي الترايكاسبيد فالف ديت، ينزل في الفنتريكل، يقوم الفنتريكل ضخ الدم، فتح البولموناري فالف اللي هي النتوءات الصغيره دي كده، فتح الصمام وضخ الدم لمين؟ لللانج. يقوم اللانج واخده الكربون دايوكسيد اللي جاي ده اهو، الكربون دايوكسيد ماشي مع الدم اهو، تقوم واخداه ومديه اكسجين، يقوم الاكسجين جاي ومفضي تاني في الاتريوم اللي في الجزء الشمال. يقوم الاتريوم يعبي يعبي يعبي، يقوم فاتح الصمام الميترال ويقوم ضخ الدم في الفنتريكل. يقوم الفنتريكل معبي دمه ويقوم ضخ الدم، فاتح الاورتيك فالف ومضخ الدم للجسم كله، يدي اكسجين وياخد من الناحيه الثانيه كربون دايوكسيد، وهكذا. الكربون دايوكسيد يرجع في الاتريوم هنا، ثم يفتح الصمامات الترايكاسبيد ينزل في الفنتريكل، ثم يضخ الدم، يفتح البولموناري فالف ويضخ الدم لللانج، يديها الكربون دايوكسيد وياخد منها الاكسجين ويرجع ثاني للاتريوم ثم الفنتريكل اللي في الجزء الشمال. الدوره اللي انا مشيتها دي كلها كده اسمها سيستميك سيركيوليشن. اسمها ايه؟ سيستميك، لانها بتغذي كل سيستم في الجسم، تمام. لكن الدوره دي اللي طالعه على اللنج اللي هي باللون الازرق ديت اسمها بولموناري سيركيوليشن. يعني انت عندك في جسمك اتنين سيركيوليشن، واحد سيستميك بيغذي الجسم كله اهو، وواحد بولموناري بيعدي على اللنج. امال ايه الوصله اللي انت راسمها فوق دي كده يا دكتور؟ انت شايفين يا جماعه ان الدم لما بينضخ ينزل يغذي كل الاورجنز اللي في الجسم تحت. طب والسي ان اس اللي فوق ده اللي في الدماغ فوق ده ما يتغذاش؟ لا طبعا، طالع له وصله خاصه بيه تدي له اكسجين وتجيب منه برضه الكربون دايوكسيد وترجعه برضه للجزء اليمين من القلب. يعني انت عايز تقول ان القطعه دي اسمها الاورطه، اللي فيها اورتيك فالف صممين على الجنبين هما، بتغذي اللور بادي وبتغذي الابر بادي، او بتغذي الجزء اللي تحت من جسمك وبتغذي الجزء اللي فوق كمان من جسمك، صح يا جماعه؟ بالمناسبه الفين اللي نازل ده اللي معبي كربون دايوكسيد ده، طبعا احنا اتفقنا الفينز هي اللي معبيه كربون دايوكسيد تحت اهو، فده برضو فين معبي كربون دايوكسيد، سموه انتوا الجيجولار فين.
يعني اكتبوا كده عندكم في الورق ده، اسمه جوجلر فين، اختصارها او بالانجليزي كده سبيلنج جي يو بعدين جي يو ال اي ار، جيجلر جي يو ال اي ار، ده جيمس جيجلر فين. جميل. يبقى انا عندي الجهاز الكارديو فاسكولار سيستم اهو عباره عن هارت وعباره عن وصلات بين الهارت اللي هي الخراطيم اللي ماشيه دي اللي سميناها بقى بلاد فيزل. يبقى الكارديو فاسكولار سيستم ما هو الا قطعتين، القلب من ناحيه والخراطيم دي اللي هي البلاد فيزلز من ناحيه. الخراطيم دي فيها ارتري وفيها مين كمان، وفيها فينز. واحنا عارفين طبعا ان ضغط الدم داخل الخرطوم ده اللي هو الارتري والفينز هو ضغط الدم الطبيعي اللي هو 120 على 80. كلنا عارفين ان النورمال بلاد بريشر بتاعنا 120 على 80، صح يا جماعه؟ ومن هنا لازم اوقف واقول معلومه. ايه المعلومه اللي عايز تقولها؟ الدم مضخوخ هنا بضغط دم 120 على 80 او 120، خلينا نمسك في الرقم اللي فوق. قوه ضربه الفنتريكل 120، الفنتريكل بتاعنا لما يضخ الدم بيضربه بقوه 120 فينضخ لكل اورجان في جسمك، فاورجانز الجسم كلها يوصل لها الاكسجين ويوصل لها الاكل وتبقى مبسوطه وشغاله والدنيا زي الفل. فالقلب طول ما هو بيضخ بقوه 120 كل الاورجان دي بيوصل لها دم كويس، صح يا جماعه؟ عايز اقول لكم ان القلب يقدر يضخ بقوه 120، والقوه دي طول ما هو بيضخ بيها مش بتتعبه. يعني ايه؟ يعني انا كواحد كحمدي مثلا بقدر وانا رايح المحاضره الصبح اشيل كتاب في ايدي، طول ما انا رايح وشايل كتاب في ايدي انا ما بتعبش، الكتاب ده مش تقيل عليا، واخدين بالكم يا جماعه؟ لكن لو انت كواحد زميلي مثلا اجبرتني ان انا وانا رايح المحاضره الصبح اشيل خمس ست كتب مع بعض، في الاول هسمع كلامك وابقى مضطر اشيلهم، لكن بعد كده مش هستحمل وايدي هتوجعني وهتعب، صح ولا ايه يا جماعه؟ انا عايز اقول لكم المبدا ده لسبب. القلب قوة الضرب 120 ما بتتعبوش، لكن لو انت اجبرته يضخ بقوة 170 وبقوة 180 هيستحملك في الاول لكن قدام هيتعب منك. خلي بالكم الكلام اللي بقوله اقصده، لاني عايز اوديكم بعد كده للامراض الاربعة اللي انا كاتبهم على الجنب دول. يبقى اعرف الاول ان القلب بيضخ بضغط 120، قوة ضربة القلب 120، ودي ما تتعبش القلب، القلب يتعب لما يبدأ يضخ بقوة أعلى من كده، فأنت كده بتحط أحمال عليه أو بتلود عليه، زي ما أنا قلت لكم من شوية المثال، أنت خليتني أشيل أربع وخمس كتب وأنا رايح المحاضرة، فده هيتعبني، صح يا جماعة؟ أدائي معاك في الشرح بعد كده مش هيبقى زي الأول، كل كلمة بقولها أقصدها، أدائي معاك في الشرح مش هيبقى كويس، أنت أرهقتني بأنك تخليني كل يوم وأنا جاي أشيل خمس ست كتب، صح يا جماعة؟ طيب احنا اتفقنا دلوقتي على كام معلومه، على ثلاث اربع معلومات. الاولى الاناتومي بتاع الكارديو فاسكولار، الاناتومي ده عباره عن ايه؟ ان القلب قطعتين، قطعه شمال قطعه يمين، في القطعه الشمال في اتريوم ممسوك بفالفات او بصمامات، الصمامات دي تنزل الدم، تفتح الصمامات تنزل الدم من الاتريوم للفنتريكل، وفي صمام هنا تاني اسمه تراي كاسبيد فالف بينزل برضه الدم من الاتريوم للفنتريكل، وفي صمام تاني فاتح في الاورطه اسمه اورتيك فالف موجود هنا وموجود هنا، وفي صمام تاني فاتح على البولمونري اسمه بولمونري فولف. طيب ده الجزء الاول. الجزء الثاني ان الارتري الدم موجود فيها بضغط 120 على 80 وده اللي معبي الاكسجينيتد بلاد، والفينز فيها كربون دايوكسيد وبرده الضغط الدم جواها برده نفس القصه 120 على 80. طب انت قلت لي يا دكتور من شويه ان الارتري ده بيغذي كل الاورجنز، صح كده؟ وبيديها الاكسجين. عايز اقول لكم انه بيغذيها وبيديها الاكسجين عن طريق ان الارتري داخل ده بيبدا يتفرع اهو زي ما انا راسم كده، بيتفرع على افرع صغيره 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 لحد ما توصل في الاورجن للكابيلاريز، والكابيلاريز دي اللي هي الشعيرات الدمويه الدقيقه اللي بين الارتري وبين مين؟ وبين الفين. خلي بالك كل كلمه والله بقولها هتقلب قدام بامراض، خلي بالك. المهم ان الارتري والفين دول بينهم على الاورجن شعيرات دمويه دقيقه جدا اسمها الكابيلاري، والشعيرات الدمويه الدقيقه ديت انا بقولها ليه؟ بقولها عشان اقول لك ان جدارها رقيق جدا يسمح ان الاكسجين يخرج من خلالها يخش الاورجن والكربون دايوكسيد يعدي من خلالها ويخش الفينز، صح يا جماعه؟ يبقى في كابيلاريز موجوده على كل اورجان في جسمك، الكابيلاريز ديت تاخد الاكسجين من الارتري اللي داخل وتدخله الاورجان، وفي نفس الوقت تاخد الكربون دايوكسيد وتدخله الفين. طب انت بتقول المعلومه دي ليه؟ بقول لك المعلومه دي عشان اقول لك ان الكابيلاري دي جدارها رقيق قوي، يعني مش هيستحمل ضغط العالي بتاع 120 اللي الدم جاي بيه ده، اتفقنا ان الدم جاي بقوه 120 فمش هيستحمله، فعشان كده ربنا خلق لها الضغط جواها صغير قوي، فرنج 20 30 40، فالضغط في الكابيلاري الصغير، ربنا عامل كده ليه؟ لان لو الدم معدي عليه الصلاه والسلام، لو الدم معدي بضغط عالي الكابيلاريز جدارها رقيق، هيبدا الدم وهو معدي بضغط عالي الدم كليكويد معدي على جدران رقيق مش هيفرقع الجدار لكن هيسرب ميه،
الجدار بما ان الدم معدي بضغط عالي عليه والجدار نفسه رقيق هيبدا يرشح، ده حاجه منطقيه جدا صح يا جماعه. جرب تجيب ورقه كده رقيقه خالص وحط عليها ميه من فوق، هتلاقيها من تحت بدات ترشح والميه تنزل منك من نقطه من الناحيه التانيه وتبدا تنقط ميه. فجدار الكابيلاري ما يستحملش الضغط العالي. طب انت عايز توصلني بعد كده لايه؟ عايز اقول لك ان بعد كده قدام في مرض هيقابلنا هيخلي الكابيلاريز الضغط جواها يعلى. فلو الكابيلاريز اللي في الليفر الضغط جواها عالي هيبدا الكابيلاريز ترشح ميه، فالكبد هيبدا يسقط ميه والميه تتجمع في تجويف البطن، وده يعمل لي الاستسقاء او الاسايتس. خلي بالكم، يبقى الاستسقاء او الاسايتس فكرتها ان الكابيلاريز الصغيره اللي في الليفر بترشح اصل الضغط جواها عالي. صح يا جماعه. وكذلك بقيه الاورجنز بتاعت جسمك، لو كل اورجنز جسمك الكابيلاريز اللي جواها الضغط جواها عالي هتبدا ترشح ميه والميه تتجمع كلها في الرجلين من تحت، فالرجل تورم. ايه ده، انت عايز تقول لي ان الرجلين بصفه عامه بتورم نتيجه ان الضغط عالي في الكابيلاريز؟ بالظبط بالظبط، ده مرض هيقابلنا برضو قدام. يبقى احنا عرفنا الاناتومي بتاع الهارت، دي معلومه، وعرفنا ان الضغط الطبيعي 120 على 80، وعرفنا كمان ان الكابيلاريز جواها ضغط قليل، ولو الضغط جواها عالي هتبدا ترشح ميه وده يعمل لي الاديمه، والاديمه دي مثلا لو كانت الليفر هو اللي بيرشح ميه والميه اتجمعت في تجويف البطن يبدا يحصل استسقاء زي ما بيحصل لمريض الكبد ومريض القلب اللي لسه هنتكلم عنه دلوقتي. وكذلك بقيه الاورجان لو كلها رشحت ميه برضو الكابيلاريز بتاعتها رشحت ميه تتجمع في الرجلين وتعمل تورمات في الرجلين او اللور ليمب اديما. اللور ليمب اديما دي لسه هتبان ان شاء الله من المرات الجايه، انا لسه بتكلم عربي عشان افهمك بس. تمام، يبقى احنا عرفنا دلوقتي جهاز الكارديو فاسكولار سيستم. عايز اقول كمان كلمه، الدم اللي راجع هنا ده يا جماعه في الـ في الـ في الـ في, الـ في الجزء الرايت سايد من الهارت، الدم اللي راجع ده اسمه الفينوس ريتيرن. الفينوس ريتيرن يعني الدم اللي راجع في الفينز، صح يا جماعه؟ له اسم تاني، اسمح لي انا ادلعه واسميه اسم تاني اسمه بريلود. لو سمحت احنا لينا في الكلينيكال لغه، لو عايز تتكلم معانا اعرف لغتنا، اذا تبقى ماشي في الشارع كده واحد يقول لك يا برنس يا استاذ يا كابتن، لا احنا في الكلينيكال لينا لغتنا، عشان تعرف تخش دايرتنا كده زي ما بيقولوا وتتعلم وتتكلم كلامنا اعرف لغتنا. احنا ما بنقولش فينوس ريتيرن، احنا بنقول بريلود. ما بنقولش ايه؟ ما بنقولش فينوس ريتيرن، احنا بنقول بريلود. وما بنقولش بلاد بريشر، احنا بنقول افتر لود. يبقى انت ممكن تسميني بلاد بريشر الضغط في الارتري تسميه بلاد بريشر او تسميه افتر لود، بس كلمه افتر لود تحديدا معناها الضغط في حته الاورطه دي، في القطعه دي، القطعه دي تحديدا. البلاد بريشر ده كلمه تشمل الضغط في الجسم كله، لكن الافتر لود بنتكلم على الضغط في المنطقه دي. الضغط فين؟ في المنطقه دي. طيب يبقى دي اول معلومه عرفناها. تعال نروح للقلب نتكلم عنه شويه. انت بتقول لي ان الارتري ده بيغذي كل اورجان في الجسم وكل اورجانز جسمك بيخشها اكسجين وكده. طب القلب بما انه اورجان من اورجانز الجسم هو كمان مش بيوصل له غذاء؟ لا طبعا بيوصل له غذاء طبعا. الارتري ده في فرع منه داخل القلب، الفرع اهو، الفرع اللي داخل القلب اهو. البلاد فيزلز داخل تغذي القلب يا جماعه، ده طبعا كل دي بلاد فيزل داخل تغذي كل الاورجان. البلاد فيزل اللي بيغذي القلب احنا بنرقيه شويه، ده بيغذي اهم اورجان في الجسم فسميناه اسم مخصوص، سميناه الكروناري او الشرايين التاجيه. يبقى البلاد فيزلز اللي بتغذي القلب اسمها الكروناري بلاد فيزلز. تمام، والكروناري بلاد فيزلز ديت في منها فرعين، في فرع ليفت بيغذي الجزء الشمال وفي فرع رايت بيغذي الجزء اليمين. وزي ما انتم شايفين اهوت، ده الفرع الرئيسي اللي داخل الليفت مين كروناري اللي داخل هيبدا يغذي قطعه وده يغذي قطعه وده يغذي قطعه في القلب. الاسامي ديت يعني مش علينا قوي او ما يهمكوش تعرفوها، بس لو عرفتها تبقى كويس. يعني ده الفرع الرئيسي، الخرطوم الرئيسي اللي داخل اللي تبدا يتفرع اهو بقى. الليفت مين كورونري هيتفرع لجزء اسمه سيركمفلكس كورونري ومارجنال كورونري، والرايت هيجيب مارجنال برضه كورونري يبدا يغذي الاحرف ويغذي كل حته في القلب. وبالتالي الكورونري ده خلي بالك مهم جدا، لان ده اللي بيغذي مين؟ بيغذي كل حته في القلب. فلا قدر الله لو حصل انسداد بجلطه بدهون في الليفت مين كوروناري ده، مفيش ولا حته من تحت دي كلها يوصل لها دم، فالقطعه دي توتال من القلب مش هيوصل لها دم ومش هيوصل لها اكسجين، وده هيودينا ان الحته دي كلها هتموت. صح ولا ايه يا جماعه؟ طيب يبقى انا بعرفك ان الكوروناري دي بتغذي القلب، كل الكوروناري دي بتغذي حتت في القلب. لو الليفت مين كوروناري ده انسد باي سبب من الاسباب، ساعتها كل القطعه دي في القلب مش هيوصل لها غذاء، صح ولا ايه؟ وبالتالي الحته دي كلها كده هتبدا تموت في عضله القلب. طيب يبقى احنا عرفنا ان في حاجه اسمها كوروناري بلاد فيزل دي بتغذي الهارت، والكوروناري بلاد فيزل دي قطعتين، قطعه شمال قطعه يمين. خلي بالكم انا بحاول اكون سيمبل جدا في كلامي عشان اللي بيسمعني وما عندوش اي معلومات يفهم، دي بيزكس كده لسه في الاول، وبعد كده كلامي كله هيبقى ميديكال اكتر، فخد مني بس الكلام العربي ده عشان تقدر تفهم كويس في الاول. المهم
ان الكورونري مهمه انها بتغذي كل حته، كل حته في القلب، ولو لا قدر الله حصل انسداد في الليفت مين كورونري دي هتبقى مشكله كبيره. وعشان كده الكورونري دي لازم جدا تفضل دايما مفتوحه، صح يا جماعه؟ طيب تفتكروا ايه الاخطر؟ يعني انا حبيت اسالكم سؤال، ان الليفت مين كورونري ده يتسد، ولا السيركمفلكس هو اللي يتسد، ولا المارجنال هو اللي يتسد؟ طبعا انسداد اي كورونري كارثه، لان معناه ان القطعه اللي في القلب، العضله اللي بتتغذى من القطعه ديت، يعني مثلا سي ان ده كده نازل، السيركمفلكس ده مثلا سي انه بيغذي الاتريوم القطعه اللي فوق دي، فافرض ان السيركمفلكس ده اتسد من هنا كده مثلا في الحته ديت، فكده مفيش دم هيوصل للاتريوم، الاتريوم يموت، صح ولا ايه؟ مش وصل له اكسجين، ولا وصل له غذاء، ولا اي حاجه. انه الاخطر انك تسد الطريق الرئيسي، الخرطوم الرئيسي اللي داخل، ولا تسد فرع من فروعه؟ اكيد الاخطر ان انا اسد الليفت مين كورونري. لو سديت الليفت مين كورونري كل ده مش هيوصل له اكسجين، فالقطعه دي كلها في القلب هتموت، صح يا جماعه؟ انا بقول الكلام ده عشان لما يجي لك تقرير ايكو هناخده لسه قدام، تقرير يقول لك ده فيه حصل انسداد في الليفت مين كورونري، وتقرير تاني يقول لك ده حصل انسداد في السيركمفلكس كورونري، ساعتها انت تقيم ان الاخطر اللي عنده انسداد في الليفت مين كورونري، صح ولا ايه؟ طيب يبقى احنا من الرسمه دي كلها، الرسمتين قدامكم دول، انا عرفت جهاز اسمه الكارديوفاسكولار سيستم، وعرفت الاناتومي بتاعه، وعرفت ان في ضغط طبيعي اسمه 120 على 80 سيستوليك ودايستوليك يعني، وعرفت ان في بلاد فيزل او في كابيلاريز اسف بيكون الضغط جواها اقل من الضغط الطبيعي، ودي اللي بتسمح بالتبادل او بالاكستشينج بتوين الاكسجين والكربون دايوكسيد، وعرفنا الضغط اللي جواها عالي هتبدا ترشح ميه وتبدا تجمع ميه في الجسم وكده، وعرفنا كمان ان القلب بيضخ 5 لتر في الدقيقه، ودي النورمال فانكشن بتاعته وكده، تمام؟ يبقى احنا عرفنا الجهاز ده كاملا على بعضه كارديو فاسكولار سيستم، وعرفنا كمان الجهاز ده كاملا على بعضه اللي هو الكورونري سبلاي للهارت. خليني اقول لك كام معلومه. اول معلومه، انت بتقول يا دكتور لو حصل انسداد في الكورونري هنا هيترتب عليه قدام ان الاكسجين اللي كان رايح لكل الحتت دي في القلب هيموت، او الاكسجين اللي كان واصل لكل حته في القلب دي مش هيوصل، فالعضله دي توتال هتموت، صح يا جماعه؟ طيب كلمة انسداد الكورونري، ما اقول لك حصل انسداد لواحد في الكورونري بتاعته، الكلمة دي اسمها انجاينا. ما اقول لك لواحد عنده انجاينا، ما هي الانجاينا؟ الذبحة الصدرية. الانجاينا بالعربي هي الذبحة. ما اقول لك واحد عنده انجاينا، اعرف ان ده وصف للانسداد. وصف لايه يا جماعة؟ الانسداد في الكورونري، والانسداد ده جاي كمان دلوقتي. كلام سليم؟ طيب، اما اقول لك ان القلب المفروض بيضخ 5 لتر في الدقيقة، دي الفانكشن بتاعت الهارت، ان كل دقيقة يضخ 5 لتر. تخيل لو القلب مرة لقيته بيضخ 3 لتر بس، بيضخ 2 لتر بس، 4 لتر بس، القلب بقى بيتدلع، القلب بقى بيضخ دم أقل من الدم المفروض يضخه، بمعنى أنا كهارت المفروض أضخ 5 لتر، فكل الأورجنز ديت تاخد لها نصيبها من الدم، وبالتالي تشتغل كويس، وصل لها أكسجين، وصل لها أكل، ملهاش حجة تشتغل. يعني مثلا على سبيل المثال الكلى دي لوحدها نصيبها لتر من الخمسة، ليك ان تتخيل ان الكلى لوحدها بس نصيبها 1 لتر في الرينال بلاد فلو بتاعها، فالكلى بيوصل لها لتر، فلو القلب قرر انه يضخ 3 لتر بس، ولا 2 لتر بس، ولا 4 لتر بس، ساعتها الكلى مش هديها انا لتر بقى، صح يا جماعه؟ هيبقى نصيبها اقل، لان القلب نفسه بقى بيطلع اقل. المفروض ان في اب في البيت بيدي 100 جنيه مصروف للبيت كله، والام تجيب تدي 30 جنيه هنا و30 جنيه هنا و30 جنيه هنا، وتاخد هي 10 جنيه الباقيه. فنصيب كل فرد من الثلاث ولاد الموجودين من الاب، الاب بيدي 100 جنيه، فالابن الاول 30 والثاني 30 والثالث 30 والام 10، لما الاب يجي يوم بقى ويقوم الزروق الدنيا تزنق معاه فيدي 50 جنيه بس، ساعتها مستحيل كل واحد فيهم هياخد 30، كل واحد فيهم هياخد نصيب اقل. ده بالظبط نفس الفكره، ان القلب لما بيضخ 5 لتر لو قرر يتدلع او يتعب، بلاش يتدلع ديت لان ده وصف مش دقيق، القلب قرر يتعب او تعب وما بقاش قادر يضخ ال 5 لتر، بقى تعبان مش قادر يضخ ال 5 لتر، ساعتها القلب بيضخ 3 لتر بس او 2 لتر بس، نصيب كل واحد من الاورجان هيبقى دم قليل، صح يا جماعه؟ وبالتالي الاورجان دي مش هتسقط، وهتبقى مشكله قدام. لما اقول لك القلب ما بيتدلع وبيضخ 5 وبيضخ 3 لتر بس او 4 لتر بس، معناه ان القلب فاشل في اداء وظيفته، صح ولا ايه؟ القلب كده فاشل، وده المرض اللي اسمه هارت فيلير. يبقى لما اقول لك يعني ايه انجاينا، قول لي الانجاينا هي انسداد الكورونري يا دكتور، لكن الهارت فيلير معناه ان القلب بقى بيضخ لو كاردياك او اتبط. الانجاينا موضوع لسه كبير هنتكلم فيه، والهارت فيلير موضوع لسه كبير هنتكلم فيه. وطبعا القلب مش بيعمل كده لوحده، القلب اكيد تعب، وهديك فكره دلوقتي بدائيه بس القلب بيتعب امتى.
كنت لسه بقول لكم من شويه، انا جاي الصبح المحاضره شايل كتاب في ايدي، انا مش تعبان، الكتاب ده مش تقيل عليا، انا مرتاح كويس، ما عنديش اي مشكله. لما تضغط عليا وتشيلني 5 و6 كتب وانا جاي كل يوم المحاضره، هاجي بعد 5 6 10 محاضرات وهتعب، هتلاقيني داخل المحاضره عليك بنهج وتعبان ومش عارف ايه، فمش قادر اشرح، فمش هديك كفايتك في الشرح، صح يا جماعه؟ نفس الفكره، انت لو حملت على القلب او زودت الحمل على القلب، فالقلب قدام هيبدا يتعب يتعب، فمش هيديك كفايتك من الدم، صح يا جماعه ولا ايه؟ كلام منطقي جدا. طب انت امتى تزود الحمل على القلب؟ لما تكون واحد عنده ضغط او عنده هايبر تنشن، ده مريض ضغط. مريض الضغط معناه انه ضغطه عالي، واحنا عارفين ان الضغط الطبيعي كام؟ 120 على 80. فالقلب مع عارف مع يعني هو قدرته انه يضخ بقوه 120، فمخلي الضغط في الدم هنا نورمال 120. لما العيان بتاع الضغط يجي له اي مرض ما، يخلي البلاط فيزلز ديت الضغط فيها 170 او 160، او يخلي الضغط قيمه اعلى من قوه 120. انا كقلب بضرب الدم بقوه 120، فانت خليت لي ضغط هنا مقابل ليا في المنطقه ديت، يعني افتر لود يعني بلاد بريشر، خليت لي ضغط في الحته دي 170، انا بضرب بقوه 120، وانت حاطط لي ضغط هنا بيقاومني 170. ساعتها انا كقلب عمري ما اعرف اطلع نقطه دم، لان اللي هطلعه هيبقى مضروب بقوه ضعيفه اضعف من القوه اللي هنا، فالدم هاجي اطلعه مش هيعرف يطلع، فيقوم نازل تاني. فالقلب يقوم يعمل ايه بقى يا عيني؟ القلب لاقي نفسه متعرض لضغط وحمل، لود، حمل عليه موجود في الحته دي، لود اللي هو حمل. فيقوم القلب يضطر انه يضرب بقوه اعلى من قوه 170 اللي موجوده هنا، فيضرب بقوه 180 وبقوه 190. فالقلب يضطر غصب عنه يضرب بقوه اعلى من الضغط الموجود هنا عشان يتغلب على الضغط اللي هنا ويضخ الدم، صح يا جماعه؟ خليته بدل ما كان شايل كتاب زي ما كنت بتكلم على نفسي من شويه، بقى يشيل 5 و6 كتب. هو كان معروف عنه انه بيضخ بقوه 120 ودي مش تعباه، لما يضخ بقوه 170 و180، لان ده مريض ضغط بيتدلع وضغطه مش متظبط، فالعيان ده القلب بتاعه هيجي بعد سنه 2 3 وهيتعب، لانه بقاله سنتين 3 في كل ضخه بيضخها بيضخ بقوه اعلى من القوه اللي كان بيمشي عليها قبل كده. فعشان كده القلب هيجي قدامه هيتعب، والعضلة هتتعب، والقلب بقى خلاص يريح خالص ويبدأ يضخ 3 لتر و2 لتر، ويقول لك بقى ان شاء الله تولع، انا خلاص تعبت، يضخ 3 لتر و2 لتر. عايز تقول لي ان الهارت فيلير بيحصل لما القلب يتعب ويضخ 3 لتر؟ طب ايه اللي خلى القلب يتعب؟ ان عندي عيان ضغط وضغطه مش متظبط وما بيسمعش الكلام، او عيان انت بتدي له علاج والعلاج بتاعك مش جايب معاه نتيجه. عشان كده ما تخافش من الضغط يا جماعه، ما تخافش من مريض الضغط، خاف من مضاعفات الضغط اللي واحده منها دلوقتي اهو ان عضله القلب هتضعف وهتتعب قدام، والعيان ده هيبدا يخش منك في هارت فيلير. يبقى عيان الضغط يجي له هارت فيلير؟ طبعا، بس مش اي عيان ضغط يا دكتور، ده الان كنترولد. تكوا قوي على الكلمه دي، الان كنترولد اللي هو غير مسيطر عليه، صح الكلام ولا ايه يا جماعه؟ يبقى لو انا عندي عيان ضغط منفض ما بياخدش علاجه او علاجه مش متظبط، انا مش خايف من الضغط، انا خايف ان عضله القلب هيبقى عليها حمل كبير كده، لان هيبقى مطلوب من عضله القلب انها تضرب بقوه اعلى من الضغط الموجود، وده حمل على العضله، فهيجي قدام العضله دي تتعب والقلب يبدا يفشل في اداء وظيفته وتبدا يحصل هارت فيلير. يبقى اما اجي اقول لك ما هو الهايبر تنشن، قول لي ده ضغط اعلى من القيمه الطبيعيه اللي هي 120 على 80، تحديدا اعلى من 140 على 90، ودي جايه في الاستاد الثانيه. ما هي الانجينا؟ ده انسداد في الكورونري يا دكتور، حصل انسداد في الكورونري، فحتت كتيره في عضله القلب مش هيوصل لها اكسجين. ما هو الهارت فيلير؟ ده عضله القلب ضعفت وبتضخ 5 لتر بس. بس خليني اقول لك كلمه حلوه قوي بتتقال دايما في البطن او في طب، ان الهارت فيلير لما بيجي الدكاتره يعرفوه تعريف كويس كده، يقول لك ايه؟ يقول لك عليه الصلاه والسلام، فلما يجي يقول لك ما هو الهارت فيلير، يقول لك الهارت فيلير ده عباره عن نقص في الكارديك او بوت، او ديكريز في الكارديك او بوت. بس في كلمه لذيذه قوي بحب انا اقولها، اللي هو ايه؟ انت بتقولي ان القلب بيضخ 3 لتر بس او 2 لتر بس، كده القلب فشل في اداء وظيفته، ده هارت فيلير، صح يا جماعه؟ بس ما يصحش، بص كده الجمله الحلوه ديت، ما يصحش تقول على القلب انه بيضخ 3 لتر او 2 لتر وتقول عليه هارت فيلير الا لما تكون انت الاول موصل له دم. مش فاهم يا دكتور، يعني ايه؟ يعني لازم يكون القلب جاي له دم اصلا، اللي هو الفينوس ريتيرن ده او البريلود ده، الدم جاي للقلب اهو نزل له هنا، وساعتها لو القلب بقى فشل في انه يضخ الدم ده، ساعتها انت تقول على القلب هارت فيلير. مش فاهم يا دكتور اكتر. بمعنى بص يا سيدي، لو السيركيوليشن دي فتحت، واحد اتعور وحصل له بليدنج، نزف، فنزف له 2 و3 لتر من هنا، من الحته دي كده، نزف دم من الحته دي كتير، ساعتها بما انه نزف 2 3 لتر
فالدم اللي راجع للقلب اصلا دم قليل، صح ولا ايه؟ انا نزفت، تعرضت الهيموريدج، جرح، خبطه، حادثه، بتاع، فنزفت دم كتير، فساعتها الدم اللي راجع للقلب نفسه دم قليل، فالقلب هيجيب منين؟ الدم اللي راجع له هيضخه، صح يا جماعه؟ انا راجع لي 3 لتر فضخيت 3 لتر، ساعتها انا بضخ 3 لتر، تقول عندي ان انا عندي نقص كارديك او البط، وتقول عندي ان انا كده فشلت في وظيفتي هارت فيلير؟ لا، انت قول عليا ان انا هارت فيلير لما ترجع لي هنا 5 لتر وانا اللي اضخ 3، ساعتها انا فشلت في وظيفتي، صح ولا ايه؟ عشان كده في تعريف حلو قوي الهارت فيلير، يقول لك ان الهارت فيلير هو ديكريس في الكارديك اوتبوت ديسبايت، ديسبايت دي يعني على الرغم من نورمال فينوس ريتيرن، يعني في دم راجع بس القلب اللي بيدلع وما بيضخوش، صح يا جماعه؟ يبقى مريض الضغط او الهايبر تنشن ده عنده ضغط اعلى من 120 على 80 او اعلى تحديدا من 140 على 90. مريض الانجينا هو عنده انسداد في الكورونري، فعنده كارثه ان في قطعه كبيره في عضله القلب مش هيوصل لها اكسجين والقطعه دي هتموت. مريض الهارت فيلير ده معناه ان عضله القلب تعبت، واحده من الاسباب اللي بتخليها تتعب الضغط العالي اللي هو غير متظبط او الان كنترول، فالكارديك اوتبوت هيبقى قليل ويبقى 3.2 لتر وممكن 4 لتر كمان، والعين ده هيتعب قوي قدام، وهنشوف لسه قصه الهارت فيلير. امال يعني ايه اريزميا؟ الاريزميا معناها ان انا عارف ان القلب بيضخ بمعدل ضربات مثلا من 60 ل 90، ده اللي اسمه البلس او النبض، النبض بتاع القلب او الهارت ريت بتاع القلب من 60 ل 90، يعني لو خدنا متوسط كده في وسطهم معدل 75، قلبك بيدق 75 دقة في الدقيقة، 75 دقة في الدقيقة، لو القلب ضخ 100 او ضرب 100 دقة في الدقيقة، 200 دقة في الدقيقة، كده القلب خرج عن النورمال ريزم. النورمال ريزم اللي هو إيقاع القلب المنتظم، القلب ماشي بإيقاع منتظم، دم 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 دم، صح يا جماعة؟ بنسمعها كده في الجهاز الضغط، فالقلب ماشي بنورمال ريزم، إيقاع منتظم. لما القلب يسرع معناه إن هو فقد الريزم بتاعه، فقد الإيقاع المنتظم، ساعتها بنسميه أريزم. ديت يعني خلل، خلل في الريزم بتاعه، صح ولا إيه؟ يبقى الهايبر تنشن ضغط عالي في البلاد فيزلز، ودايما لما تسمع مني الكلمه دي ترجمها بلاد فيزل فازو كونستريكتور، ترجمها ايه؟ بلاد فيزل فازو كونستريكتور، يعني في ضيق في البلاد فيزل. لما تسمع مني انجاينا ترجمها انسداد وضيق في الكورونري، ويا ترى بقى يا ترى انهي كورونري، سيركمفلكس ولا مارجنال ولا ليفت مين ولا رايت مين ولا فين بالظبط؟ لما تسمع مني اريزميا اعرف ان ضربات القلب زادت عن الوضع الطبيعي بتاعها اللي هو من 60 ل 90، اما تسمع مني هارت فيلير اعرف ان القلب ضخ كاردياك اوتبوت اقل من الطبيعي والسبب حمل على القلب، صح الكلام يا جماعه؟ يبقى احنا من الرسمه دي عرفنا الاربع مسميات دول معناهم ايه؟ وعرفنا كمان السبلاي الغذاء اللي رايح للقلب، وعرفنا كمان جهاز الكارديو فاسكولار سيستم. تعالوا اخدكم للسلايد بعد كده اللي نتكلم فيها عن كل مرض من دول بنبذه كده، تدخلني بعد كده في كل مرض منهم بالتفصيل، اعرف نبذه كده عن كل واحد من دول. طيب نخش على السلايد دي كده ونبدا بالانجينات اللي هو الكورونري، هنا اهي المفروض انها سليمه وواسعه وتمام. الكورونري دي انا قلت لكم انها بتتسد، ولما تتسد معناها حصل انجينا، صح يا جماعه؟ بصوا كده، انسداد الكورونري بدهون، لو ديت ليبيدز، واحد اوبيز بقى والناس اللي وزنها زايد وكده وبتاع بيتعرضوا لذبحات للانجينا، صح ولا ايه؟ لما يحصل الكورونري دي تسد بدهون، نوع الانجينا ده بنسميه ستيبل انجينا. يبقى انا اجي اقول لك انت عندك ستيبل انجينا لما يكون انسداد الكورونري بدهون، لو اتسدد بجلطه ثرومبوسس ده اسمه انستيبل. واخدين بالكم ان الانستيبل انسداد توتال. يعني ايه انسداد توتال؟ يعني لو رجعت للرسمه دي كده حصل هنا جلطه في الكورونري، فمفيش ولا نقطه دم هتعدي يا جماعه، صح ولا ايه؟ اكيد دي الاخطر. يبقى الاستيبل انجينا فيه انسداد بس فيه ممر ضيق صحيح، بس ممر موجود على الاقل. لكن الانستيبل دي جلطه في الكورونري. امال مين البرنزيميتال ده؟ البرنزيميتال انجينا ده الكورونري بيحصل له فازو كونستريكتور لما الشخص ده يتعرض لستريس. بمعنى يعني ايه؟ في ناس تقول لك ايه، تقول لك ده حصل له مشكله فزعل قوي جاله ذبحه، تعرض لزعل شديد جاله ذبحه فيها مات. مش بتسمع الكلام ده اكيد من الناس يا جماعه، لك ده زعل والزعل ديت نام وهو زعلان فجاله ذبحه. الزعل او الاستريس بقى، خلينا نتكلم ميديكال، الاستريس والاستريس فاكتور بتقدر تعمل فازو كونستريكتور في الكورونري فتجيب برينزيميتال انجاين. على فكره في اسباب تانية تجيب برينزيميتال، بس ده السبب الرئيسي اللي انا عايز اجيب سيرته تحديدا. يعني الاستريس فاكتورز او العوامل السيكولوجيكال ممكن تجيب لي العين برنزيميت. على فكره برضو اختلاف درجات الحراره، يعني ايه؟ يعني انت قاعد في مكان بارد وقاعد في مكان سخن او العكس، بيحصل مؤقتا عند ناس معينه فازو كونستريكتور في الكورونري.
ففي واحد اول ما يطلع كده يكون قاعد في جو سخن في الشتاء ولا حاجه، او قاعد في الدفايه وطلع في البرد، تلاقي جيله نغزه في صدره كده. النغزه دي عباره عن ايه؟ نرجع كده للرسمه دي كده. النغزه دي عباره ان انا إن حصل فازو كونستريكتور مؤقت في الكرونري لفتره، فحصل انقطاع للدم لفتره، ففي حتت في عضله القلب ما وصلهاش اكسجين، فتديك بين على طول، تديك الم على طول. تمام؟ يبقى البرنزيماتال انجينا بتحصل غالبا نتيجه ستريس فاكتور. في ناس بتبقى مخلوقه كده على فكره، عندها فازو كونستريكتور في الكورونري، ولكن يعني التوتال ان بيحصل فازو كونستريكتور بالتعرض للستريس او اختلاف درجات الحراره، اختلاف التمبريتشر يعني. لكن الانستيبل دي جلطه في الكورونري، الاستيبل دي دهون متراكمه على جوانب الكورونري، طبعا كلهم انسداد في الكورونري. يبقى ما اقول لاي حد حصل لك انسداد في الكورونري معناه ان الدم اللي بقى واصل لعضله القلب كده الناحيه الثانيه من هنا كده ومن هنا ومن هنا بقى قليل، صح يا جماعه؟ فحتت في عضله القلب اللي هي مش وصلها اكسجين ده تبدا تموت، وده اللي احنا بنسميه اللي بيموت ده، الحته اللي بتموت ديت بنسميها مايوكارديال انفاركشن او ام اي. يبقى نفرق بين مصطلحين لو سمحتوا. كلمه انجينا هي وصف للانسداد فقط، وصف لايه؟ للانسداد فقط. لو اترتب عليه ان حته ماتت ساعتها نقول حصل مايوكارديال انفاركشن. يعني لما اجي اقول لك بعد كده مايوكارديال انفاركشن حتت ماتت في عضله القلب وقبلها انسداد، ايوه ده كلام مظبوط. لكن لما اقول لك انجينا قول لي انسداد فقط، لسه ما حصلش حتت تموت في عضله القلب. طب انت بتقول لي الكلام ده ليه؟ عشان انتم معظم الناس عندها خلل في الحته دي، مش فاهمها كويس. الانجينا يا جماعه او الذبحه، كلمه ذبحه، حصل دي في الكورونري او انسداد في الكورونري. لو حته ماتت في عضله القلب ساعتها بنقول العيان دخل في ام اي، فالام اي دي طوارئ، صح ولا ايه؟ حته ماتت في عضله القلب دي كارثه. لكن الانسداد عايز اقول لكم ان نوع الاستيبل انجينا ده موجود عند معظم الناس، اي حد اوبيز وزنه مش متظبط ومش نورمال، فعنده نسب دهون في جسمه، ونسب الدهون دي متراكمه في معظم البلاد فيزل ومن ضمنها الكرونري. فتلاقي اللي بص كده، بص لما تلاقي شخص اوبيز طلع 10 سلالم ولا جره 10 12 متر، تلاقيه ينهج جامد، وتلاقيه كمان يجي له نغزه في صدره. في ناس كده عارفاها، الناس الاوبيز لما يجري فتره او يبذل اكسرسايز مفاجئ تلاقي يجي له نغزه في نص صدره كده. النغزه دي ليه؟ نتيجه ان هو اوبيز فعنده دهون متراكمه في الكورونري، فبالتالي لما يبذل اكسرسايز بيخلي حاجه القلب كعضله عشان تشتغل وتضخ الدم للجسم، بيخلي حاجه القلب للاكسجين كتيره. فساعتها لما يبذل اكسرسايز، الكلام ده لسه هيبان كتير قدام، لما الجسم يبذل اكسرسايز او الشخص يبذل اكسرسايز معايا كده، لما الشخص يبذل اكسرسايز بيخلي احتياج القلب للاكسجين كتير. في نفس الوقت الاكسجين اللي جاي عايز يعدي، ده عايز يعدي من هنا ويوصل يغذي عضله القلب، مش هيعرف يعدي لان الشخص ده عنده انسداد، فهيحصل نقص في وصول الاكسجين للاورجنز اثناء الاكسرسايز او للقلب اثناء الاكسرسايز. ببذل مجهود ببذل مجهود عايز اكسجين، للاسف الكورونري فيها شويه ضيق فمش هتعدي لي اكسجين كفايه، فمع الاكسرسايز العضله عايزه اكسجين كتير والاكسجين مش هيبقى كافي اللي هيوصل، فالعضله فيها تبدا العضله تبدا تتاثر وتديك اثر بين، تديك الم. الالم او الوجع اللي بيحصل ده نتيجه ان الاكسجين سبلاي اللي واصل مش كفايه. يبقى عندي دلوقتي نخرج من الكلام ده ثلاث انواع من الانجينات: ستيبل انجينا، ان ستيبل انجينا، برينزيماتال انجينا. ده انسداد بدهون، دي بجلطه، ده ضيق او حصل فازو كونستريكتور. لو حته ماتت في عضله القلب بنقول العيان ده حصل له ام اي. ومن هنا لازم اخدكم واقول لكم معلومه على الام اي. الام اي معناها حصل موت حتت في عضله القلب، صح يا جماعه؟ طيب الحتة اللي ماتت في عضلة القلب دي هتسكت؟ لا، الحتة اللي ماتت دي مش هتسكت، الحتة اللي ماتت دي هتضعف عضلة القلب، صح ولا ايه؟ أنا عضلة القلب عندي مكونة من 50 قطعة، مات 10 ولا مات 20، ساعتها اتبقى 30، فالعضلة التوتالي ضعفت. وما دام العضلة التوتالي تضعف أو ضعفت، تعالوا نرجع كده للرسمة اللي قبلها، ما دام العضلة التوتال ضعفت بموت حتت في عضلة القلب، يبقى العضلة هتتعب، مش هتبقى قادرة تطلع كارديك أوتبوت، يبقى الكارديك أوتبوت برضه هيقل عن الطبيعي لأن العضلة تعبت، فهتودينا الهارت فيلير. يا نهار أبيض، نرجع كده نجمع الكلام. لو واحد جاله أنجينا، يعني ضيق في الكورونري او انسداد في الكورونري، فالدم اللي وصل للقلب قليل، فحتت في عضله القلب هتموت، يعني هيخش في ام اي، فالام اي قدام هتودينا لهارت فيلير لان العضله تعبت ما هيش قادره تضخ ال 5 لتر دم، صح يا جماعه ولا ايه؟ يعني الانجينا ممكن توديني قدام لهارت فيلير زي ما الضغط اللي مش متظبط يوديني لهارت فيلير برضه؟ ايوه طبعا. الضغط اللي مش متظبط حمل على القلب، فعضله القلب مطلوب منها تضخ دم بقوه اعلى من القوه المطلوب اللي كانت بتضخ بيه، فالعضله هتتعب. طب اللي هيجي له انجينات وام اي، حتت في عضله القلب هتموت، فالعضله برضه هتتعب ومتبقاش قادره تضخ دم كفايه. كل الطرق هتودينا الى هارت فيلير، واخدين بالكم؟ على فكره الهارت فيلير احنا بنسميه الاند ستيج او المرحله النهائيه لاي مريض قلب،
اي واحد عنده اي مشاكل في القلب لازم هيوصل لهارت فيلير. خلاص تمام. طيب يبقى الحته اللي هتموت في عضله القلب ديت من ناحيه هتبدا تضعف عضله القلب وتموت عضله القلب. الموضوع مش هيخلص عند كده، عطاء الام اي لا ينتهي، كارثه يا جماعه. الام اي دي كارثه. الام اي دي الحتت اللي ماتت ديت هتبدا تقول لك زي ما احمد السقا قال في الفيلم بالظبط، من النهارده مفيش اس اي نود. يعني ايه مفيش اس اي نود؟ المعروف ان القلب، تعالوا نروح هنا كده، في قطعه هنا في القلب انا مش راسمها، نقطه بقره كده اسمها الاس اي نود، دي اللي بتشغل قلبي، حتى موجوده هنا فوق اهي، هي دي اللي بتشغل القلب، تبعت اشارات وبتشغل القلب كله وممشيه القلب بايقاع ضربات قلب منتظم. لما تطلع حته تموت في عضله القلب هيبان لسه قدام الكلام ده واحنا بنشرح، ان الحته اللي هتموت ده هي هتقول من النهارده مفيش اس اي نود، من النهارده الاس اي نود مش هتشغل القلب، انا اللي هشغل القلب. وطبعا هي كده انقلبت على الاس اي نود، الاس اي نود هو الرئيس الشرعي للهارت، صح الكلام ولا ايه يا جماعه؟ وما دام طلعت بؤر في القلب مش وظيفتها تقود القلب، واخدين بالكم انتم؟ مش وظيفتها تقود القلب، وبدات هي تنقلب على الرئيس الشرعي للهارت وتقود هي القلب، كده هتودي القلب الكارثه. واحنا كلنا لامسين ده ان شاء الله في القلب، والقلب شايل كتير الحقيقه والله. المهم ان الحتت اللي ماتت ديت هتبدا تقود القلب بطريقه هوجاء، وتبدا تزود ضربات القلب وتبعتر ضربات القلب، فتبدا توقف الاس ينود عن شغلها وتحبسها، واخدين بالكم؟ وتبدا تقود هي تقود هي الهارت، ساعتها هتزود ضربات القلب قوي، فتقوم موصله القلب للمرض الثاني اللي اسمه الاريزميا. تخيل الحتت اللي ماتت في عضله القلب هتضعف عضله القلب وتوصله الهارت فيلير، تبقى تخلي عضله القلب ضعيفه مش قادره تضخ كارديك او تبط، فتضخ كارديك او تبط قليل. ومن ناحيه تانية هتبدا توقف شغل الاس اي نود وتبعت هي اشارات وتشغل القلب، ولما تزود شغل القلب قوي تبدا تزود ضربات القلب على الوضع الطبيعي، فتخرجه عن النورمال ريزم وتوديه الاريزميا. يبقى الموضوع لما بيبدا بانجينا وينتهي بام اي هيوصلنا لهارت فيلير واريزميا على المدى الطويل، صح الكلام يا جماعه؟ طيب يبقى الام اي توصلنا لاريزميا وتوصلنا الى هارت فيلير. وما دام جبت سيره اريزميا لازم اديك مبادئ الاول عنها. الاريزميا معناها ان القلب ان القلب خرج عن الايقاع المنتظم. طب ايه هو الايقاع المنتظم للقلب؟ بص يا سيدي، عشان تقول على اي قلب بيدق بنورمال ريزم لازم القلب ده يتوفر فيه اربع صفات. الاولى نورمال اوريجين، يعني الاشارات خارجه من الاس اي نود. الاشارات خارجه منين؟ من الاس اي نود، هي دي منبع الاشارات. لو حته تانيه في القلب زي الام اي هي اللي بتخرج اشارات، ساعتها القلب حصل له اريزميا لانه خرج عن المبادئ، واول مبدا من مبادئ النورمال ريزم. كمان مبدا ان القلب لازم يمشي ضربات الاشارات في القلب الكهرباء تمشي بنورمال فيلوسيتي، بسرعه ثابته او بسرعه نورمال. لو الاشارات سرعت برضو خرجت على مبادئ النورمال ريزم. لازم يكون الهارت ريت منتظم، نورمال هارت ريت، ضربات القلب من 60 ل 90، زودت عن 90 دخلت في التاكي اريزميا. تاكي ديت يعني مسرعه، ولو قليت عن 60 دي برادي اريزميا يعني مبطئ، برادي دي يعني سلو. فلازم القلب عشان يضخ عشان يبقى شغال بنورمال ريزم، الاشارات الخارجه من الاس نود ماشيه بسرعه منتظمه وضربات القلب منتظمه اللي هي من 60 ل 90. امال ايه النورمال باسوي ده؟ يعني اشاراتك من الاس نود للافي نود للفنتريكل، الاشارات من الاس اي نود للاتريوم اللي فوق للقطعه اللي هنا اللي اسمها الاي في نود للقطعه اللي تحت اللي اسمها الفنتريكل. وزي ما انتم شايفين على الرسمه بالاحمر ان الاشارات بتمشي وتخش من هنا بس. الجانب الازرق ده والجانب الازرق ده يا جماعه عازل كهربي، والله كل كلمه بقولها هتقلب بمرض قدام. الاي في نود هي الوحيده اللي تقدر تنزل الاشارات لتحت هنا، ما ينفعش اشاره تعدي كده، خلي بالك باكد على الكلام اهو، ما ينفعش اشاره تعدي كده، لو عدت كده انت كده خرجت عن النورمال باسوي، الاشارات الطبيعيه، الاشاره من الاس اي نود للاتريوم للاي في نود للفنتريكل اللي تحت ده، صح الكلام؟ يبقى الاريزميا معناها ان القلب خارج عن مبادئ النورمال ريزم، يا اما ضربات القلب قلت قوي يا اما ضربات القلب زادت قوي، صح يا جماعه؟ احنا دايما لما بنقول اريزميا بقى بنبقى نقصد الزياده، والزياده دي درجات، في باروكسيسمال، في فلتر، في فايبريليشن. يعني مثلا لو وصلت ل 150 ضربات القلب باروكسيسمال، 250 فلتر، 350 وضربات قلب طالعه بقى لفوق ازيد من كده، ده فايبريليشن. واضح ان الفايبريليشن ده اخطر درجه من درجات الاريزميا. عليه الصلاه والسلام. واضح ان الفايبريليشن اسرع درجه من درجات القلب. خلي بالك انت فاهم يعني ايه القلب يسرع؟ ما انتش واخد بالك. عارف يعني ايه القلب يسرع؟ القلب المفروض الاتريوم اللي فوق بيضخ دم للفنتريك، فالفنتريكل تعبي دم. تعال نروح للرسمه الثانيه. المفروض الاتريوم اهو اللي فوق هنا بيضخ دم للفنتريك، فالفنتريك اللي ياخد اتساعه ويعبي دم وبعدين يقوم ضاخخ الدم لفوق. يبقى الاتريوم
يفضي في الفنتريكل، يقوم معبي دم ويقوم ضخ لفوق. فالقلب يا جماعه لما بيبقى ماشي بضربات قلب منتظمه بمعدل منتظم، بياخد وقته في انه يملى وبياخد وقته في انه يضخ، ياخد وقته في انه يملى وياخد وقته في انه يضخ، فتلاقيه في النهايه بيدخلك الخمسة لتر كاملين، صح ولا ايه؟ عارف يعني ايه القلب يسرع؟ القلب ده لو سرع معناه ان الفنتريكل لا هيلحق يملى ولا هيلحق يضخ. ما هو معنى انه مسرع، المفروض القلب ماشي بيملى ويضخ، يملى ويضخ، بقى يملى ويضخ، يملى ويضخ، يملى ويضخ، ما بيلحقش، ما يلحقش يملى دم كفايه، فهيضخ لك ايه؟ هيضخ لك كاردياك او بطء قليل. ياه، هيضخ كاردياك او بطء قليل، يعني برضو العين يخش في هارت فيلير. جمع لي الكلام بقى عشان انا بدات اتوه. بص كده، العين اللي عنده انجاينا عنده انسداد في الكروناري، فالدم اللي وصل لعضله القلب قليل، فحتت هتموت في عضله القلب ده ام اي، ولما كذا حته تموت في عضله القلب العضله هتضعف، فهتضخ كاردياك او بطء قليل، يبقى وصلنا للهارت فيلير. يبقى الانجينات والام اي توصلنا للهارت فيلير. ولو حصل ان ضربات القلب زادت وخرج عن مبادئ النورمال ريزم، القلب هيتسربع، لا هيلحق يملى دم ولا هيلحق يضخ دم، يضخ دم، فهيضخ كارديك او بوت قليل، يعني برضه هيوصل الى هارت فيلير. ما الهارت فيلير هي نقص في الكارديك او البوت، صح ولا ايه يا جماعه؟ يعني الاريزميا هتجيب هارت فيلير، والانجينات والام اي هتجيب هارت فيلير، ده غير ان الام اي نفسها بتجيب اريزميا اصلا. احنا قلنا الام اي موت حتت في عضله القلب، والحتت اللي ماتت ديت هتبدا تقول لك انا الاس اي نود، انا هسرع القلب بقى، ولما تسرع القلب توديه الاريزميا، والاريزميا تودينا الهارت فيلير. كل الطرق تؤدي الى هارت فيلير في النهايه، صح الكلام ولا ايه؟ طيب، يبقى الاريزميا بس اللي عايزك اعرفها في مبادئ للنورمال ريزم، وفي القلب لو سرع فالسرعه دي درجات باروكسيسمال فلاتر فايبريليشن. تعال نروح للكلمه الاخيره اللي هي الضغط، وده انا قلت لكم ممثلها هوبس بشكلين، ده الشكل اللي تحفظه دايما للضغط. لما اجي اقول لك ما هو الضغط، قول لي فاز كونستريكتور في البلاد فيزل، او دي بصفه عامه في البلاد فيزل، لان يعني حاجات هنبقى ناخدها قدام ان ممكن يكون البلاد فيزل نفسه واسع بس جداره متراكم عليه جواه دهون، فالممر بقى ضيق برضه. يعني لو البلاد فيزل زي ما هو هنا واسع زي ما هو هنا كده، بس متراكم على الجوانب هنا دهون، واحد عنده مرض اسمه اثيروسكليروزس او تصلب الشرايين، عنده دهون كتيره هنا متراكمه جوه البلاد فيزل، فلو الجدار تراكم هنا كده وتراكم كمان من فوق هنا، بقى الممر اللي في الوسط ضيق، هي هيها برضه، فضغط الدم وهو ماشي المجرى ضيق عليه، فتلاقيه الضغط بقى عالي، فالضغط يبقى 140 على 90. واحنا اتفقنا برضه من الرسمه اللي فاتت ان الضغط لما يعلى هنا هيبقى برضه حمل على عضله القلب بتخليها تبذل مجهود اكتر، فبرضه الضغط العالي برضه بيجيب هارت فيلير. من الاخر، كل الامراض دي في النهايه هتوديك الى هارت فيلير. يبقى الهارت فيلير معناه ديكريز في الكارديك اوتبوت نتيجه اسباب كتير جدا. كان القلب نورمال الاول زي الفل وعسل و100 100، لما اتعرض لضغط عالي مش متظبط، ان كنترول، تكو قوي على الكلمه دي، ان كنترول، او بريفيوس ام اي، كان عنده العيان ده جاله ذبحه وام اي قبل كده، او اتعرض لاريزميا، ساعتها على طول هتبدا عضله القلب تتعب ويبدا يحصل فيها انها تتضخم كده، ويحصل فيها ريموديلنج. كلمه ريموديلنج دي يا جماعه معناها تضخم في عضله القلب، او الموديل بتاع القلب شكله اتغير. واضح من الفرق بين الرسمتين اهو، ريموديلنج او كاردياك ريموديلنج او كاردياك الينجيشن، حصل ستريتش او طول في عضله القلب، ده بيحصل في مرض الهارت فيلر. فتلاقي العيان يجي يقول لك ايه، يقول لك يا دكتور انا عندي ضغط، والدكتور كمان كان عمل لي اشعه اللي اسمها الايكو، هنبقى نتكلم عنها ان شاء الله من المرات الجايه. الايكو عمل لي ايكو، لقى عندي تضخم في عضله القلب، او لقى عندي ضعف في عضله القلب. لما تسمع الكلمتين دول من العيان على طول ده عيان هارت فيلير. يبقى ما هو عيان هارت فيلير؟ ده عنده تضخم في عضله القلب نتيجه انه متعرض لامراض كتير كارديولوجي، هايبرتنشن، بريفيوس ام اي، او انجينات، او اريزميا. صح الكلام يا جماعه؟ يبقى عندي اربع امراض النهارده. واحد اسمه هايبرتنشن، وده معناه ضغط عالي ان كنترولد، اعلى من 140 على 90، وعلى كده احنا لازم نعالج المرض ده بدل ما يوديني في النهايه الى هارت فيلير. على فكره الضغط مش بس يودي هارت فيلير، يعني بقول لك في ضغط عالي في خرطوم، فالبلاد فيزل ده والخرطوم ده ممكن يرابشر او يفرقع، فيكون حظك مهبب بقى لو فرقع في السي ان اس، سيريبرال هيموريدج، انا بلاد فيزل فرقع في المخ، فيعمل نزيف في المخ، صح ولا ايه؟ نزيف، بلاد فيزل فرقع، الخرطوم فرقع، فيعمل سيريبرال هيموريدج. الموضوع مش هيخلص عند كده برضه، ما دام في خرطوم او بلاد فيزلز كده ماشي، بحاول اتكلم بطريقه سيمبل زي ما قلت لكم، خرطوم ماشي في البرين، فاكيد راح يغذي حته، صح ولا ايه؟ ولا هو ماشي كده؟ لا، راح يغذي قطعه في البرين او سنتر في البرين. لما البلاد فيزل ده الضغط جواه يعلى فيفرقع، فده نزيف، الموضوع مخلص عند كده، القطعه كمان اللي بيغذيها هتموت، صح ولا ايه يا جماعه؟
فبرضه هتبقى مشاكل قدام في البرين لا قدر الله لو واحد اتعرض لسريبرال هيموريدج. ده غير ان الدم اللي بيخرج من البلاد فيز اللي فرقع ده بيتجلط وبيبقى عامل ضغط على السنتر اللي اتجلط عليه. ده موضوع كبير قوي لسه هناخده في الهايبرتنشن ان شاء الله، بس انا بفتح لكم افاق بس في التفكير كده. بلاد فيزل لما الضغط جوه يعلى ممكن يرابشر، ولو رابشر في السي ان اس هتبقى مشكله، ولو رابشر في الريتنا اللي هي الشبكيه بتاعت العين هيعمل ريتنر هيموريدج، نزيف في الشبكيه، فتلاقي الجزء الابيض اللي في عينك ده كله بقى احمر دم، صح ولا ايه يا جماعه؟ فالضغط العالي ممكن يجيب ريتنال هيموريدج، ممكن يجيب سيريبرال هيموريدج قدام. كذلك الانجينات ديت معناها ضيق في الكرونري، ومعناه ان عضله القلب مش هيوصل لها اكسجين، فالحتت اللي في عضله القلب دي كلها تبدا تموت نتيجه بقى هو يا ترى ايه اللي انسد. زي ما انا قلت كده، لو اللي انسد الليفت مين كل ده هيموت لانه كل ده مش هيوصل له اكسجين، صح ولا ايه؟ طيب الحته الاخيره، ان القلب له نورمال هارت ريت، او عشان نقول القلب ماشي بنورمال ريزم، لازم تتوافر فيه مبادئ النورمال ريزم. الاشارات خارجه من الاس اي نود اللي هي القطعه اللي فوق ديت، الماشيه بسرعه منتظمه، ماشيه من الاس اي نود للاتريوم للاف اي نود للفنتريكل ما تعديش كده، وفي نفس الوقت ماشيه بنورمال هارت ريت من 60 ل 90. لو ضربات قلبك زادت عن الوضع الطبيعي ده اسمه تاكي اريزميا، ودي على حسب بقى ضربات القلب بقت كام، 150 باروكسيسمال، 250 فلاتر، 350 دي طوال طوارئ، دي فايبريليشن. صح الكلام يا جماعه؟ كل دول في النهايه هيودونا الى هارت فيلير. طب دي بس كانت كده مجرد يعني بدايه او مجرد بيزكس لازم تبقوا عارفينها كويس قبل ما نتكلم في اي مرض يخص الكارديولوجي. في اي مكان المفروض بيشرح بورد ما بيقولوش الكلام ده، ما بيشرحش الكلام ده من الاول زي ما انا بعمل كده عشان يديك بيزكس واساسيات كويسه، فبيقوموا داخلين على طول في الموضوع فتلاقي نفسك تايه وفي الاخر مش مربط المواضيع ببعض. يا جماعه انا في النهايه عايزك تتعامل مع عيان، لما يجي واحد عنده ضغط وتلاقي يقول لك انا عندي ضعف في عضله القلب، ما تبقاش تقل ده مرض وده مرض. ما هو الضغط يا دكتور هو اللي جاب ضعف في عضله القلب، هو اللي جاب هارت فيلير، فتبقى مربط الدنيا. ده انا بظبط له ضغطه عشان ما يخشش في هارت فيلير، ده انا بلحقه ما يجيلوش انجينات عشان ما يخشش مني في ام اي وهارت فيلير، ده انا ظبط له ضربات القلب الريزم عشان ما يخشش مني في هارت فيلير، صح ولا ايه؟ فاحمي العيان من الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل له قدام. انا عايزك تبقى مشبك المواضيع في بعضها كده، لان هو العيان ما بيجيلكش حاله سيمبل، العيان بتيجي حاله مدربكه وانت تبدا تشبك الامور ببعض، صح يا جماعه؟ طيب هقول معلومه اخيره وكده خلاص. المعلومه الاخيره اللي عايز اقولها، ان احنا في تحاليل معينه بنعملها لاي واحد عنده امراض قلب كارديولوجي. الحاجه الاولانيه الاشعه الاولانيه اللي اسمها الايكو، والايكو ديت بتصور لك عضله القلب، بتصور القلب توتال، وتقول لك ده القلب فيه تضخم، ده الصمام ده مش عارف فلاني بايظ، ده الصمام ده مش عارف فيه ايه. فالايكو هي بتديك انطباع عن الاستراكشر بتاع القلب، شكل القلب كاستراكشر، كويس؟ في حاجه تانية اسمها الاي سي جي او رسم القلب، وده في رسم قلب عادي وبمجهود. رسم القلب بيديك اشاره، بيديك انطباع عن سرعه او عن الفيلوسيتي، ده الفيلوسيتي داخل القلب ماشي عامله ازاي، هل الاشارات مسرعه مبطئه، وطبعا لسه في تفاصيل كتير بس دي مجرد كلام بس. يبقى في اشعه اسمها الايكو، اي سي اتش او، اختصارها كده اي سي اتش او، ايكو دي بتصور الاستراكشر بتاع القلب. لكن الاي سي جي او الـ او الـ او رسم القلب ده بيديك انطباع عن الاشارات الكهربائيه اللي هي ماشيه جوه القلب، اللي هي النورمال او الفيلوسيتي بتاعت الامبالس او الفايرنج اللي بيطلع من الاس اي نود، تمام. في كمان حاجه تانية اسمها الكاردياك ماركر، اسمها ايه؟ كاردياك ماركر. عشان تفهمها افهم مني الجمله دي كده، انا بقول لك ان لما بيحصل انسداد في الكورونري بيحصل بعدها موت حتت في عضله القلب، صح يا جماعه؟ او في حتت في عضله القلب بتبدا تحصل لها ديس وتموت، والموت ده اسمه ام اي، الحتت اللي انا عاملها بالنجوم تحت دي كده. فتخيل لما في سيل تموت، خليه تموت، معناه ان هي هتفرقع وتطلع محتوياتها، صح ولا ايه؟ اي خليه بتربشر وتفرقع وتموت، سيل الممبرين بتاعها بيبوظ ويتقطع وتطلع كل محتوياتها، فبتطلع انزيمات من جواها، كانت انزيمات دي بتؤدي نورمال فانكشن في خليه عضله القلب دي. يعني مثلا زي في ماده اسمها التروبونين، في ماده اسمها كرياتين كاينيز سي كي، هنبقى ناخدها قدام. دي مواد بتبقى موجوده جوه خليه عضله القلب بس، مش موجوده في مكان تاني. فمعنى ان خليه عضله القلب تموت فالانزيمات دي هتطلع، فهتروح فين؟ هتروح الدم، تجري في الدم بقى، ما خلاص الخليه ماتت. فتجري في الدم، فتسحب انت عينه من الدم تلاقي المواد دي موجوده بنسب عاليه، يبقى اكيد حصل دامج في الهارت. عايز توصل لايه يا دكتور؟ عايز اوصل ان الام اي او موت حتت في عضله القلب ممكن اعرفها بكذا طريقه. واحده من الطرق اللي عايزك تعرفها النهارده ان انا ادور على الانزيمات اللي كانت المفروض تبقى موجوده في خليه عضله القلب الاقيها موجوده في الدم. لو لقيتها موجوده في الدم ده دليل ان خليتها اللي في القلب اتكسرت، وما دام الخليه اتكسرت يعني حصل ام اي، صح يا جماعه؟ يعني الام اي
ممكن اعرفها بالسيفير بين وليها اي سي جي وليها حاجات كتير تتعرف بيها، بس واحده منها اللي ممكن اقدر اتوصل ليها ان حصل ديس في الخليه فطلعت انزيماتها وانزيماتها جرت في الدم، فاسحب انا عينه الدم من العيان واجي اعمل تحليل الاقي عنده الكاردياك ماركر، من اسمه كاردياك ماركر يعني دليل على ان القلب فيه مشكله في ام اي، يبقى الكارديوك ماركر ممكن استخدمها كوسيله لتشخيص الام اي. طبعا الضغط سهل، مجرد ان انت تعمل قياس للضغط على يومين متتاليتين. الام اي سهله هي كمان اهو عن طريق ان انت ممكن تجيب كارديوك ماركر، ودي في وسائل اخرى. الانجينات والام اي على فكره الاي سي جي بيجيبهم، الاي سي جي رسم القلب بيجيبهم، وكذلك برضو الاريزميا الاي سي جي بيجيبها على طول. الهارت فيلر الوحيده اللي عايزه ايكو، عشان تقول عنده هارت فيلر لازم ايكو، يبقى ده يتعرف بجهاز الضغط، ده يتعرف برسم القلب الاي سي جي وبالكاردييك ماركر، ده يتعرف بالاي سي جي، ده يحتاج ايكو. ايكو اللي هي اشعه على القلب زي السونار كده، بس حاجه خاصه بالهارت يعني. خلاص يا جماعه، اتمنى تكون المحاضره عجبتكم كده ولميتم الدنيا في دماغكم كويس. لسه الكلام ممتع قوي جاي قدام، احنا لسه كده بنسمي بسم الله الرحمن الرحيم، لسه الكلام ممتع قوي. اعذروني لو كنت في اول محاضره بتكلم بطريقه سيمبل قوي، عامل حسابي ان الناس اللي بتسمعني ممكن يكون ناس فيهم لسه مستواهم مشد شويه، ان شاء الله هتبقوا زي الفل قدام وتبقوا احسن مني كمان. ماشي يا جماعه، اتمنى المحاضره كده تكون عجبتكم ان شاء الله، وهستنى منكم بقى فيدباك على الجروب بتاعنا ان شاء الله في الكومنتات كده. اشوفكم على خير ان شاء الله، السلام عليكم.